أهلا بكم مشاهدينا عبر جولتنا في أعمدة الرأي والمقالات، نستهلها من الصفحة الأخيرة من صحيفة السوداني، ونقرأ للكاتبة سمية سيد من زاويتها كلام صريح التي عنونتها اليوم بقولها: واشنطن تتجاوز الخرطوم في ملف سد النهضة. ابتدرت زاويتها بالقول: دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في وساطة لإيجاد حل للأزمة المستفحلة في مفاوضات سد النهضة. المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي مايك هامر أجرى مباحثات مع الحكومة المصرية الأحد الماضي ضمن جولة أعلن عنها تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا دون أن تشمل السودان، وهو يمثل دولة منبع ومصب لنهر النيل. عقب اجتماعه مع مسؤولين مصريين قال هامر إن بلاده ستقدم الدعم للتوصل إلى حل دبلوماسي يحقق مصالح الأطراف كافة ويسهم في المزيد من السلام والاستقرار. لم يأتي المبعوث للقرن الأفريقي بأية إشارة للسودان في حديثه عن الحل الدبلوماسي والاستقرار في المنطقة. تشير الكاتبة إلى أن التقلبات السياسية وعدم الاستقرار خصمت كثيرا من موقف السودان التفاوض خلال الجولات السابقة، كما أدت إلى عدم ثبات في الرأي في قضية يفترض أنها فنية بامتياز. فتارة تجدنا مع الموقف الإثيوبي مؤيدين لقيام السد بكل ما به من ملاحظات فنية، وأخرى نقف مع الموقف المصري الرافض لاكتمال مشروع السد بشكله الراهن الذي يؤثر على حصة مصر المائية. ظل موقف السودان من قيام واكتمال سد النهضة بحسب الموقف السياسي لقيادة البلاد قربا أو بعدا من إحدى الدولتين مصر وإثيوبيا. التدخل الأمريكي الحالي جاء بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة جدة الأخيرة، حيث ناقش معه شواغل بلاده تجاه سد النهضة والتعنت الإثيوبي بعدم الموافقة على استمرار المسار التفاوضي، بما يفضي إلى رؤية مشتركة. تمضي سمية سيد وهي تقول: بالرغم أن دولة الإمارات تعد خارج نطاق القرن الأفريقي الذي يتحدث باسمه مايك هامر، غير أن أبوظبي تمثل الآن اللاعب الأساسي في التحولات السياسية الكبيرة في المنطقة إلى جانب علاقاتها المميزة مع دولة إثيوبيا بما تمتلكه من استثمارات كبيرة في أديس أبابا وسعيها للمزيد من الاستثمار في الفترة القادمة، ويهمها جدا حدوث استقرار سياسي وأمني في المنطقة. التعنت الإثيوبي بلغ مرحلة رفض وإطلاع مصر والسودان على أي معلومات. فهل تستطيع المبادرة الأمريكية الإماراتية التي بدأت الأحد تجاوز السودان من إحداث اختراق في أزمة سد النهضة؟ ختمت زاويتها بالقول وختمتها بهذه التساؤلات: ما موقف حكومتنا من هذه المفاوضات الرباعية التي لم تكن طرفا فيها؟ هل ستقبل بالنتائج وسياسة الأمر الواقع إذا ما حدث توافق مصري إثيوبي؟